يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للعربي. يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للعربي. مرت عليك رؤانا فانحدرت لها صوتا يعلق نور الله في الهدب. مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم مع متسابقات جدد طموحهن الحصول على إحدى المراكز الأولى في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم. مشاهدين، أهلا بكم في هذه الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. اسمي آلا فيصل عباس إبراهيم، ممثلة السودان في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، وأنا سعيدة جدا بحصولي على هذه الفرصة للمشاركة في هذه المسابقة. أشكر كل القائمين على هذه المسابقة، وأخص بالذكر الشيخة فاطمة بنت مبارك. أتمنى التوفيق لي ولكل المشاركين في هذه المسابقة. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. حسبك. أنا اسمي هبة حسن حسين من الصومال، وشاركت مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك، واليوم أتممت 5 أسئلة وأتمنى بالتوفيق للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. أنا المتسابقة حنين الكندري، أتيت إلى دبي ممثلة دولة الكويت في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك. بحمد الله أتممت اختباري، وأسأل الله أن يجزي عنا المنظمين خير الجزاء، وأسأل الله أن يكتب للشيخة فاطمة بنت مبارك بكل حرف يتلى من كتاب الله حسنا. يا حاملا لكتاب النور أجنحة. حرصا على سلامة المتسابقات وجميع المشاركين من لجان تحكيم المسابقة والمتطوعين في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك، وفرت اللجنة المنظمة بالجائزة وبالتعاون مع مستشفى برايم بدبي، مركز طبي متكامل
يستقبل جميع الحالات على مدار ال 24 ساعة. حناجر السحر. تشريفا لمجموعة إبراهيم الصحية ومستشفى إبراهيم، كان لنا الشرف أن نكون رعاة لجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك القرآن الكريم للسنة التالية على التوالي، متمثلا مجموعة إبراهيم بتقدم مستشفى إبراهيم اللي فيها بجهز عيادة متكاملة 24 ساعة، خدمات طوارئ 24 ساعة، مستشفى متكامل لخدمة الضيوف الممتحنين والسادة القائمين على الجائزة. شكرا لكم وشكرا، وهذا شيء طيب نقدمه لمدينة دبي وأهل الإمارات، وشرف لنا أن نكون متواجدين بينكم. يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأرضي مرت. المستشفى على استعداد تام لتلبية كافة الرعاية الصحية داخل المستشفى وتوفير الفحوصات الطبية الأساسية للجنة التحكيم. حالات الحرجة هناك سيارة إسعاف مجهزة على مدار الساعة على استعداد لنقل كافة الحالات الحرجة والطارئة إلى المستشفى للقيام بالعلاجات اللازمة. مرت عليك رؤانا فانحدرت لها صوتا يعلق نور الله في الهدب صوتا يعلق نور الله في الهدب قد قيض الله للإكبار مفخرة في العز من غلب تهفو إلى غلبي محمد الشهم هل كفي مؤهلة لأن تصوغ لك الأشعار من عصبي من احتفى بجلال الوحي في ألق فذاك سعيد. يشرفنا في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برعاية مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، ويسعدنا ويشرفنا أن نرعى المسابقة للسنة الثانية، ونتمنى إن شاء الله دائما أن نستمر في رعاية هذه المسابقة، خاصة أنها تحمل اسم غالي على قلوبنا وهو اسم الشيخة فاطمة الله يحفظها. وأنا سأتكلم عن جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للإناث، فهي فرع يانع في هذه فرع من فروع الجائزة، فقد أراد راها مؤسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أن تحمل هذا الاسم العظيم، الاسم الذي يكن له شعب الإمارات والمجتمع الإماراتي كل تقدير وكل محبة. فالشيخة فاطمة بنت مبارك لها أعمال جليلة في العالم كله، ليس على المستوى المحلي بل على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي، ولها من الخيرات ما سمع عنه فالقاسي والداني، فلا عجب أن يشارك في هذه الدورة أكثر من 77 دولة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على المكانة المتميزة للشيخة فاطمة. نرجو من الله العلي القدير أن نوفق هذه الجائزة والغائمين على أمرها بقيادة الأخ الكبير سعادة المستشار إبراهيم محمد بن ملحق، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية ورئيس اللجنة المنظمة، وكذلك أخواني أعضاء اللجنة المنظمة، وكذلك الموظفين المتطوعين الذين أمضوا الليالي الطويلة في التحضير لهذه الجائزة، فبارك الله لهم هذه الجهود. شرفت بهن محافل الأخيار وتزينت بالورد والأزهار وشدى لهن الطير في إصباحه أنعم بمن سلكوا خطى الأبرار أنعم بمن كان الكتاب أنيسها تتلوه بالآصال والإبكار ترجو لقاء الله حين ندائه اقرأ ورتل وارتقي يا قاري. إلى هنا نصل إلى ختام رسالتنا لهذا اليوم، حتى نلقاكم في الغد تقبلوا تحياتي وتحيات اللجنة المنظمة بالجائزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعلق نور الله في الهدب صوتا يعلق
في الهدب صوتا يعلق نور الله.